مقتل الشاب الأسود فريدي غراي في مدينة بولتيمور على أيدي قوات الشرطة الأمريكية يكشف المزيد من الأخطاء التي ترتكبها الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة. الحادثة أشعلت غضبا عاما إزاء معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وأدت لأعمال عنف واسعة في المدينة، حيث قامت مجموعات من الشبان معظمهم من طلاب المدارس بمهاجمة الشرطة، وجرى نهب عدة متاجر وإحراقها، كما تم إحراق سيارات بما في ذلك سيارات للشرطة. السلطات قررت إغلاق المدارس اليوم وفرض حظر التجول لمدة أسبوع في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب المستمرة بصورة شبه يومية منذ مقتل غراي، فيما تقول الشرطة إن هدوءا بدأ يعم القسم الأكبر من المدينة. هذا هو أحد الأيام السوداء لنا كمدينة، ونعرف أننا أفضل من ذلك، ونعرف أن العالم ينظر إلينا، ولن نسمح بأن تذهب مدينتنا إلى حالة من الفوضى بسبب مجموعة صغيرة من المجرمين انتقلوا إلى مدينتنا من أماكن أخرى. الحادثة استعادت مرة ثانية أحداث مدينة فيرغسون بولاية ميزوري التي شهدت أعمال شغب مماثلة الصيف الماضي إثر مقتل شاب أسود أعزل برصاص شرطي أبيض، كما استدعت أيضا حوادث أخرى أثارت الجدل حول العنصرية في صفوف الشرطة الأمريكية، وتعالت الأصوات لوقف انتهاكات وعنف الشرطة ضد السود.